تحية وأجمل تحية وترحيبا بكم أيها الحفظ الكريم، مستمعينا الكرام، حضورنا الكريم. يستمر التواصل بكم بحضراتكم مع هذه الانطلاقات الصباحية وهذه الأجواء الجميلة، أجواء أيضا مغيمة. إذن شوطنا الثاني عشر يتحرك أيها الحفظ الكريم، وشوط خصص لفئات الجعدان المهجنات، شوط أيضا والتأهيل الفائز بالمركز الأول والتأهيل أيضا للمركز الثاني. نسير ونتابع، نتابع هذه الأسماء الأولى المتقدمة، ستة شعارات أيضا متواجدة في مكان واحد، مجموعة أيضا أيضا أسماء انقسمت إلى مجموعتين. نتابع المجموعة الأولى ونتابع المركز الأول، شاهين عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي مع بداية هذا الشوط يقدم شاهين على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يصل ضرغام راشد راشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الاكتبي، والمركز الثالث ينطلق مساح راشد بن مطر بن محمد بضبعة، والمركز الرابع هنا تصريح حمد بن سالم بن سليم يقدم تصريح. مشاهدين الكرام، كيلو واحد انتهى من هذا المسافة، تبقى عندنا 3 كيلو مترات. نتابع المركز الخامس، نتابع الحوت خليفة بن علي بن جاسم الرزي الشامسي على المركز الخامس، والمركز السادس الواصل الذيب سهيل بن مبارك بن ثاني برقاد الاكتبي، والمركز المركز السابع مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء وصل بهذه اللحظات زعفران سالم بن محمد مضبيعه، واصل مع زعفران على المركز السابع والمركز الثامن، المركز الثامن. اتابع الاسماء القادمه واتابع الشعارات الواصله، هناك مرعب علي بن راشد بن مبارك المنصوري والمركز الثامن، وافي احمد بن سيف بن حميدان الفلاسي، هذه الاسماء الاولى المتقدمه. والمركز التاسع أيضا ينضم الصارم سالم بن محمد بن دحروي العامري، والمركز العاشر شعار الحميري، هذه المراكز الأولى المتقدمة وجولتنا الأولى للمراكز الأولى المنطلقة من خلال هذه الانطلاقات، من خلال هذا التحدي، من خلال بداية موسم جديد نتمنى أن يكون موسم حافل بالإنجازات. أعود مع المركز الأول، أعود مع الأسماء الأولى وأسير إلى البداية، أتابع من يقود المسار ومن يقود هذه الأسماء على بداية هذا الشوط. يا سلام يا سلام، هناك مشاهدينا الكرام شعال الخريباني مع شاهين عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي لا زال ينطلق إلى البداية، يسير بهذا الشوط، بينما المركز الثاني ضرغام راشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الاكتبي، والمركز الثالث مساح راشد بن مطر بن محمد مضبيعة، بينما المركز الرابع مرعب علي بن راشد بن مبارك المنصوري، هذه الأسماء هذه الشعارات. وأعود مع الخريباني، أعود مع النعيمي مع شاهين عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي لا زال محافظا على المركز الأول، ولكن التغيير الذي حصل وجرى وطرى من الجانب الأيمن، غير ضرغام المملوك لراشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الاكتبي، ما شاء الله تبارك الله، بدأ أيضا يسير إلى البداية، بدأ أيضا يعلن التحدي ويعلن القوة ويعلن المسار الرائع والجميل، بينما المركز الثاني شاهين عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي أيضا يقدم عرض المميز والعرض الرائع. المركز الثالث المرعب علي بن راشد بن مبارك المنصوري هو القادم مع الأسماء أيضا القادمة مع الشعارات الهاجمة، أسماء كبيرة وصلت مشاهدينا الكرام، ولكن نتابع البداية، نتابع ضرغام وهو إلى المقدمة يسير بهذا الشوط. و1200 يا مالك ضرغام راشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الاكتبي لا زال يواصل مسيرة هذا الانطلاق إلى الأمام، بينما المركز الثاني شاهين عبد الله بن سالم الخريبان النعيمي يعود بهجمة مرتدة يحاول لينتزع المركز الأول، بينما المركز الثالث المرعب علي بن راشد بن مبارك
المشارك المنصوري والمركز الرابع. هناك شعار ايضا بن دحروي، ولكن هنا الصراع، هنا التحدي، هنا الاثاره مع الامتار الاخيره مع هذا الخط ايضا النهائي. والمسافه المتبقيه هي المسافه القويه، والناموس الناموس ينتظر، الناموس ينتظر والتاهيل ينتظر. الله 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 يا ضرغام 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 مع المركز الاول راشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الكتبي. الله الله على هذا الاداء، الله على هذا المسير، الله على هذا العرض الجميل. بينما المركز الثاني شاهين قادم، الخريباني يحرك يحرك عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن ضرغام 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 يذكرني بضرغام هجن العاصفه. يا سلام يا سلام يا ضرغام ضرغام مع البدايه. راشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الكتبي 400 متر 400 متر. يا يا سلام يا سلام، ولكن الخريباني الخريباني قادم مع شاهين عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي. يا الخريباني حرك حرك شوي، الامتار الاخيره الناموس ينتظر، الناموس ينتظر والتاهيل ينتظر. صاحب المركز الاول 200 متر، وضرغام ما تنازل ما تنازل عن مكانه، ما تنازل عن موقعه، الى الامام الى الامام. سلام يا المدام، سلام سلام لمالك ضرغام. راشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الكتبي على هذا الانتصار. تهانينا وناموس لراشد بن سويدان بن مصبح بن سالم الكتبي. ها هو يصل الى خط النهاية معلنا للتحدي، معلنا انه بطلا لهذا الشوط. المركز الثاني ويصل شاهين عبد الله بن سالم الخريبان النعيمي. المركز الثالث فراج مع بن عمرو بن دعفوس المنصوري. المركز الرابع الذيب سهيل بن مبارك برقاد. والمركز الخامس فتان سعيد بن حمد بن علي بن حمد بن مرخان. تهانينا وناموس ايها الحفظ الكريم مشاهدينا الكرام، تهانينا وناموس لمالك ضرغام.